بطبيعة الحال كنا تصدمنا، المغاربة كلهم تصدموا، لأنه البارح مع 11 ديال الليل توفات المانية. وصلني إخبار من عند فاطمة خير، كانت هي وسامية قريو وحياة جبران، لأنه عانات وكانت في المستشفى. أنا كنت كنظن أنها توفى في المستشفى، لأنه قبل العصر دويت معهم قالوا لي حالتها في غيبوبة، ونتمنوا لها الرحمة. فأفضل حاجة داروا هي داوها مع العصر البيت ديالها، وتوفات حدا الابن ديالها. 10 دقائق وصلت البنت ديالها مسكينة، لتأخرت الطيارة ولكن حضرت لهذيك السكرات من بعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كنا أصدقاء أنا ولالة خديجة وسيدي عزيز سعد الله، كنا كنختارهم بزاف، كنا كنشوفوا خصوصا هاد المدة اللي صعيبة شوية اللي دزنا دابا، كنا نمشيو نشوفوها، وكان عندنا واحد الأمل ملي غدوز غتفوت هاد المرض، ولكن ما كتبش. دونك جو غارد دون ما تيت اون ايماج، واحد الصورة ديال ان موديل، واحد المثال، اي اون ميم طون اون ايمونس اون ايمونس بروفيسيونيل، اون غراند دام هيومينمون هيومينمون كي فا نو مانكي. علاقتي بها كانت اخت وصديقه، وكنا في فرقه وحده من صرح 80، دوزنا جوله في المغرب وخارج المغرب، وكنا اصدقاء اخوت احباب، ودوزنا الزمان الجميل اللي تفقد مع الاسف دابا. ما بقاوش الناس كيبغوا بعضياتهم، والممثلين والفنانين ما بقاوش كيبغوا بعضياتهم كيف كنا حنا كنعيشوا مع بعضياتنا مع الاسف. خديجه اسد خلات واحد الناس في البلاد كل شيء تيحبها، وكل شيء ماشي يبقى يخمم فيها. ماتت ولكن الادوار اللي لعبت ماشي يبقاو دائما موجودين، والوجه ديالها ديال الممثله لا فوق المسرح ولا في السينما ولا في التلفزه ماشي يبقى دائما في الادمغه ديال الناس. انا تنقل عليها ملي كنت بشحال هذه وخدمت معها، هذه الصداقه بيناتنا وخدمه هذه اكثر من 40 عام، وعاد درنا لها واحد التكريم، واحد التكريم هذه السنه هذه اللي دازت، تكريم فوق الخشبه اللي كانوا وزراء وكانوا اشخاص كبار وكانوا ممثلين وكانوا مخرجين، وقالت شي كلمات واخا كانت مريضه بزاف جات، لانه عندها ذاك الصدقه كبيره، وذاك التكريم اللي دانا اثر عليها. واللي بغيت نقول هما الممثلين المغاربه والمخرجين واكثريه الممثلين خصهم يعرفوا بانه خديجه ياخذوها كمثال، لانه تلعب الدور ديالها وتتوجدوا وتتلعبوا باش ماشي باش تبين راسها ولكن باش تبين الدور ديالها. وهذا الشيء اللي خصنا نعرفوه، لانه كانت تتموت على المسرح وتتموت على الدور والمسرح، والسينما جات من بعد والتلفزه، ولكن تبقى دائما هي كممثله كبيره للمغاربه، ماشي دائما مع مؤمن سوا.